السلام عليكم الجوار. المهم الخوش، واخا الفيديو معطل لكن مع ذلك كنحتفلوا باللاعب ديالنا واللاعب المتالق والساحر ديالنا حكيم زياش اللي كمل 28 عام الاول البارح. والبارح جمع بحاجه ان الصحافه العالميه احتفلت به هي والنادي ديال اياكس الفريق السابق ديالو وحتى تشيلسي باللغه العربيه تودوا عليه. سمعوا مزيان اش قالوا عليه النوادي اللي لعب معهم، وايضا اللاعب اللي بدا كره القدم في الشوارع ديال درونتن البلديه والمدينه اللي كان في هولندا توصل الملعب ديال تشيلسي اللي كوسع او الكاباسيتي ديالو اكثر من 41000. يعني الحلم كبير، وصل الحلم ديالو من الشوارع الى النادي الكبير والعملاق النادي البلوز، بحيث ان النادي ديال تشيلسي الرسمي اللي كنطق باللغه العربيه كما عارفين فيسبوك احتفل به ونشر واحد الصوره جميله ونشر عليها الساحر المغربي حكيم زياش صاحب قدره خارقه تجعل الغضب يتحول الى قلوب. يعني كما عارفين في اخر مباراه كان اكثر كيعين عليه، لكن بعد تالق ضد مدريد كلشي ولا كيبغي كلشي كيدوي عليه. هادشي اللي بغات عليه بهذه الكلمه هذه او الجمله اللي قالها الموقع ديال تشيلسي الرسمي اللي كنطق باللغه العربيه، بحيث تابع ورقه رابحه خارقه يحلم بها الجميع لتحقيق الانتصار والمتعه الكرويه المطلوبه. وكما عارفين اللاعب ديالنا الساحر كيمتع العالم كامل بالاداء ديالو والمستوى الكبير اللي قدم في الشامبيونز ليغ خصوصا، بحيث اضافت نحتفل اليوم بعيد ميلاد الاسد الاطلس اللي كمل 28 عام. نتمنى لك يوما سعيدا يا حكيم. كما احتفل نادي موقع اياكس السابق اياكس امستردام على حسابي الرسمي بالانستغرام نشر العديد من الصور ديالو والفيديوهات ديالو واللي سجل في اهداف تاريخيه مع نادي اياكس في دوري ابطال اوروبا ضد توتنهام ريال مدريد والفرق الكبيره اللي ضدها. وكما كتشوف الصوره هذا هو الاحتفال ديال اياكس واحتفال ديال تشيلسي وايضا عديد المواقع الاخرى بحال سوكر لادوما وبحال جول افيرج. بزاف عديد من المواقع احتفلوا باللاعب ديالنا والنجم ديال الساحر المغربي بعيد ميلاد ديالو 28. هادشي اللي كاين الخوت، من عجبكم بلان والفيديو اللي حط لكم، الى عجبكم الفيديو ما يكون اشتركوا في القناه ديالكم. كان معكم مروان وتهلاو لي فراسكم.